مشتركي سبورانات في الفيديو هذا إن شاء الله باش نصلح لكم سلسلة من التمارينات على درس دور الهواء في الاحتراق. بتبيع وقت نقوله هواء نقوله أكسجين، المكون الأساسي اللي هنا اللي عنده دور في الاحتراق الموجود في الهواء اللي هو الأكسجين. نبدأ بالتمرين الأولاني. في حصة أشغال تطبيقية قامت مجموعة من التلاميذ بالتجربة التالية، هيك التجربة متاعنا. دونك لهنا عنا الحوض فيه ماء، عنا الشمعة تشتعل، وعنا لهنا بتبيع كأس هواء. دونك شنو باش يصير؟ بعد فترة زمنية أنجز التلاميذ الرسم التالي. دونك هو كرسم أنجزوه التلاميذ. إذن كانت تشعل وأصبحت لهنا الرسم حطول إنه هي الشمعة معناتها انطفأت. ما هي الملاحظات التي يمكن استخراجها من خلال الرسمة لهنا؟ دونك بتبيع الملاحظة الأولى ملاحظة بينه وهي انطفاء الشمعة بعد فترة زمنية. والملاحظة الثانية انه صحيح انتفاء الشمعة، ولكن فما حاجة اخرى لهنا صارت. لاحظوا انه المستوى متاع الماء اخذروا فين كان واخذروا فين ولا لهنا. اذا شنو صار؟ صعود الماء الى مستوى تقريبا الخمس من حجم المخبار المدرج، تقريبا لهنا 1/5 وصعود الماء. كيف؟ هذوما اذا اهم الملاحظات. حدد ما يمكن استنتاجه من خلال التجربة. إذا لهنا نستنتج أن الشمعة تستهلك الأكسجين عند الاشتعال، الخطر لهنا كانت تشعل حطينا فيها كأس، معناتها غطيناها بكأس، إذا انطفأت بعد فترة زمنية، استهلكت الأكسجين الموجود هذيك وانطفأت. إذا لهنا الشمعة تستهلك عند الاشتعال. إذن الأكسجين هو عنصر أساسي في عملية الاحتراق. كي نمر إلى السؤال الثالث. نعيد التجربة الأولى باستعمال الأكسجين عوض الهواء. إذن أعد هذا الرسم مبينا فيه مستوى الماء بالكأس عند انطفاء الشمعة. دونك لهنا شنو باش يصير؟ بالطبيعة عندنا احنا نفس التجربة، ولكن لهنا فما في بقعة الهواء حطينا الأكسجين. إذن لن تنطفئ الشمعة إلا عندما يغمرها الماء، خاطر موجود الأكسجين. بما انه الاكسجين موجود الشمعة مش تبقى تشعل، ولكن في مش تنطفئ كان وقت اللي يوصل لها الماء، بتبيع الماء مش يطفيها الشمعة. اوكي، اذا كيفاش باش تولي لهنا الصورة؟ دونك عندنا الشمعة نتاعنا هذه. اوكي، دونك لهنا بتبيع الماء، المستوى نتاع الماء باش يولي لهنا. دونك هذا كله ماء وتنطفئ الشمعة بالطبيعة. كيف؟ السؤال الرابع. أذكر دور الأكسجين في عملية الاحتراق التام للكحول. إذا لهنا يلعب الأكسجين في عملية الاحتراق التام للكحول دور المحرق أو الملهب. إذا هو يلعب دور المحرق أو الملهب. فكلما كان الأكسجين متوفرا بكمية أكبر كلما تأججت النار أكثر. الملهب معناتها احنا بلغتنا الدارجة نقولوا يلهبك النار هذيك. اوكي، دونك الأكسجين هو باش يلهبها باش يشعلها أكثر، وكل وين كانت معناتها كل وين كان الأكسجين موجود بكثرة كل وين كانت النار باش تشعل بكثرة. اوكي، التمرين الثاني. أذكر ناتج عملية الاحتراق التام للكحول في الأكسجين. اذا شنو باش يعطينا لهنا الاحتراق التام للكحول في الاكسجين؟ الناتج نتاعها هو بخار الماء كي وغاز ثاني اكسيد الكربون. وطاقه حراريه.
شفنا يوم هذوما لي رياكسيون اللي يصيروا في معناتها الاحتراق التام والاحتراق غير التام. بين اثر محسوس لغاز ثاني اكسيد الكربون وتعكر ماء الجير في تروب لوتشو. اذا كان احنا باش نكتشفوا وجود ثاني اكسيد الكربون يكفو ان يكفي ان ناخذوا ماء جير اذا لهنا ونشوفوا هل صار تعكر ولا. بالطبيعه اذا كان باش يصير تعكر اذا موجود ثاني اكسيد الكربون. التمرين الثالث، عند استعمال اواني الطبخ اكتشفت الام ان هذه الاواني تعلق بجوانبها الخارجيه طبقه رقيقه سوداء. اذا اذكر اسم هذه الطبقه. بالطبيعه لهنا حتى انتم تنجموا تلاحظوا الحاجه هذه انه فما طبقه رقيقه سوداء تبدا موجوده في الاواني، اوكي، في اواني الطبق طبخ بتاع اللي تحط على الغاز مثلا كيما اللي نطبق فيها الكسرونه ولا. دونك جينيرالمون تبدا موجوده الطبقه هذيك. اذا ما اسم هذه الطبقه العالقه بالاواني؟ بالطبيعه هو الكربون، الماده هي الكربون. حدد نوع الاحتراق لغاز البوتان في الأكسجين عندما تتكون هذه الطبقة السوداء، هو احتراق غير تام. أذكر سببا يمكن أن ينتج عنه هذا النوع من الاحتراق. إذا هنا عندنا الموقد المستعمل على حالة غير سليمة أو عدم وجود تهوئة كافية بالمطبخ، إذا مش يصير احتراق بطبيعة غير تام، مثلا عدم وجود تهوئة كافئة بالمطبخ. ونمر إلى آخر تمرين في السلسلة متاعنا اللي هو التمرين الرابع. عند تشغيله لمحرك السيارة لاحظ أحمد خروج دخان كثيف أسود منبعث من منفس السيارة. إذا علمت أن محرك هذه السيارة يشتغل بالبنزين وأن هذا الأخير يتطلب الأكسجين للاحتراق، حدد نوع الاحتراق البنزين في هذه الحالة، هو احتراق غير تام. أذكر سببا يمكن أن يؤدي إلى هذا النوع من الاحتراق، إذا هنا عدم وصول الأكسجين الموجود في الهواء إلى داخل محرك السيارة بالكمية المطلوبة، عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى محرك السيارة. اقترح على أحمد عملية فنية يقوم بها لتفادي هذا النوع من الاحتراق للبنزين، بتبيع على هنا صيانة المحرك وتنظيف مصفاة الهواء بالتحديد. اوكي، والسؤال الأخير، اذكر بعض نتائج هذا النوع من الاحتراق وحدد خطره على البيئة. بتبيع النتائج متاعه هو تزايد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالهواء، إذا بالطبيعة الغاز هذايا وغازات أخرى كما غازات سامة كما أحادي أكسيد الكربون، إذا تلوث المحيط والبيئة وتساهم بالطبيعة في التقلبات المناخية والانحباس الحراري. إذا تلوث المحيط والانحباس الحراري. دونك لهنا بطبيعة السلبيات كثيرة لهذا النوع من الاحتراق. اوكي، فوالا، انا هكي نكون كملت السلسلة من التمارينات. وانتم كان عندكم اي اقتراح ما عليكم كان تتصلوا بإدارة المنصة.